بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة اللي بنتكلم فيها عن University Management System. طبعا في المحاضرة دي بإذن الله هنبدأ نعمل إضافة للأقسام بتاع كل الكليات اللي موجودة عندنا في اليونيفيرستي بتاعنا. طيب نبدأ نعمل لوجن. تمام. انا طبعا عملت ترجمة واحنا عملناها في المحاضرة اللي فاتت، وعلمتكم ازاي تعملوا ترجمة في الاقسام. عشان اختصار للوقت فانا ضفت بعض الترجمات، تمام، زي العنوان والحاجات دي كلها هتلاقوها موجودة بإذن الله. انا هرفع بإذن الله المشروع كله على الجيت هاب، وهتلاقوها موجودة بإذن الله. يعني احنا نرفع محاضرة محاضرة على الجيت هاب بحيث ان الناس تتابع معانا، تمام، زائد اللينكات اللي احنا هنضيفها، لان احنا النهارده هنستخدم باكج هتساعدنا في الفاليديشن بتاعنا، واسمها توستر. توستر دي باكج جميلة بتساعدك ان انت تعرف تشوف الاشعارات ان هو مثلا تم اضافة المنتج، تم اضافة الاسم بنجاح كده يعني، فبيطلع لك اشعار بشكل احترافي يعني شوية الباكج دي، تمام، فهنستخدمها برضو النهاردة. طيب اللي احنا نعمله النهاردة ان احنا عايزين نعمل اضافة للكليات اللي موجودة عندنا في المشروع بتاعنا. اول حاجة هروح الكنترولر، تمام. الكنترولر ده المرة المحاضرة اللي فاتت احنا عملنا ان احنا بنقول له ريتيرن البيدج اللي هي في الملف ده في كواليتي في الاندكس. طيب احنا عايزين نستخدم variable بحيث ان احنا نستخدمه فيما بعد. ممكن نقول في الستور هنستخدم، ممكن نستخدم حاجة اسمها تراي وكاتش عندنا في الستور، بحيث ان احنا نبقى محترفين في عشان لما يطلع لك ايرور يطلع لك بطريقة احترافية شوية، تمام. هنستخدم تراي وكاتش، يبقى نقول له تراي تمام، وهنا بنقول له الكاتش تمام، ونعمل امبورت ل طيب كده. ده ان شاء الله لو رجع اي ايرور هيرجعونا بطريقة احترافية. في التراي هنقول له ان الفاليديد بتساوي request request، وبتودع على ال validation بتاعه تمام.
قول له بقى الفاكولتي بتساوي ميو ثلاثين بتساوي اوف النيم بتساوي. احنا ممكن نضيف على طول، احنا لان احنا الموقع هيستخدم عربي وانجليش، ممكن نخلي نجبر على المستخدم ان هو يدخل الاسم عربي ويدخله انجليش، تمام، بحيث ان هو يوفر علينا ترجمة. يبقى نقول له النيم بيساوي اري، الاري دي هتاخد في الانجليش الانيم، تمام، هيكون request of النيم انجلش. underscore انجلش. وفي العربي AR بيساوي النيم عربي. تاني حاجة عندنا النوت فاكوليتي اوف النوت بتساوي ريكويست of النوت. بعدين هنقول له security of safe. زي ما احنا قلنا بقى نستخدم التوستر الباكج. الباكج هي دي يا جماعة اللي هي دي التوستر، تمام، سهلة جدا في الاستخدام في التصطيب. التصطيب بتاعها سهل، كل اللي بتعمله كومبوزر ريكوايرد يونسز توستر سلاش توستر، وبتنزل لك الباكج وبعد كده بتعمل لها بابليش وخلاص، وانت كده بتستخدمها، تمام. يبقى هنقول له توستر توستر اوف سكسس
اقول مثلا at name success ممكن نرجع نقول له باك باك او يا جماعة ممكن نخليها روت احسن روت ويرجع على اللي هي بيجز او احنا مسمينه في الكنترولر في الروت نشوف احنا مسمينه ايه هذا الروت تمام مسمينه فاكولتي دوت اندكس. طيب هنا بقى لو في ايرور هيودينا فين؟ هنقول له ريتيرن ريدايركتورز باك وانت راجع بالباك هتلاقينا الايرور اللي طلع معانا ويز ايرور ويز ايرورز وهتاخد ايرورين اللي هو الايرور ايرور اوف الايه نقول له get message يبقى كل اللي احنا عملناه هنا يا جماعة في الستور ان احنا في العادي يعني في المحاضرات السابقة قلنا ان الفاريابل ده بتساوي الموديل وابتدينا نستدعي النيم بتاعنا سواء بالعربي او بالانجليش وبعد كده استدعينا اللي هي الباكج اللي هي تصدر عشان طلعنا اللي هو تم اضافة الكلية بنجاح مثلا او تم اضافة الاسم بنجاح وكده تمام. طيب دلوقتي هنروح المفروض للاندكس بتاعنا في الريسورس بيجز في صفحة الاندكس المفروض ان احنا بقى نبدأ نعالج هنا الموضوع بتاعنا اللي هو
الجدول اللي احنا عاملينه ده. طيب هنا الجدول المفروض ان احنا هنعمل عليه 4H، وهنقول طبعا 4H ديت هنا عندنا بدل النيم هتاخد اسم بقى ايه اللي هو الكلية اوف النيم. يبقى هنا هنقول له الأول الـ variable اللي هو as تمام كده. هنا طبعا هنقول له ال variable of name وهنا ال variable of node كده. وهنا في البوتن هنبدأ بقى ان احنا هنعمل اللي هي الاد بتاعتنا. تمام هنا في الاديت طبعا هسه هضفناش الاديت يا جماعة. تمام هنقول له variable of ال ID تمام وهنا برضو فين في الديليت اللي هو ال variable of ال ID برضو.
فضلنا بقى نعمل مديولة كده بحيث ان نطلع فيها، نعمل فيها صفحة الايديت. تمام، ممكن نعملها طبعا المديولة دي بتاعت البوتن اللي احنا عاملينه.